إذا عن الجلسة المنتظرة للبرلمان معنا مراسلنا في بغداد علي أسد. أهلا بك علي، يعني بعد لقاءاتك مع النواب ماذا لديك من معلومات حول جلسة الغد؟ نعم، حقيقة فور نزول جدول الأعمال الخاص بجلسة السبت هنالك يعني تعجب من بعض النواب على اعتبار أن فقرة اختيار الرئيس هي فقرة ضمن 6 فقرات أخرى، أي أن جلسة يوم غد سوف تتضمن 7 فقرات، وبالتالي هي فقرة التصويت وانتخاب على رئيس مجلس النواب وحدها تحتاج إلى يوم كامل، وهذا ما شاهدناه خلال الجلسة الماضية حينما استمرت جلسة مجلس النواب حتى منتصف الليل، وبعد ذلك رفعت نتيجة لوجود خلاف حول إضافة فقرة هيئة الرئاسة. بالتالي الترجيحات النيابية والحديث والأجواء في داخل مجلس النواب لربما ترفع الفقرة الأولى الخاصة باختيار الرئيس لسببين رئيسيين. الأول هو حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق حول اسم رئيس مجلس النواب القادم من قبل الكتل السياسية، والمشهد يبدو ذات المشهد الذي كان عليه الجلسة خلال الجلسة الماضية. الأمر الآخر الموجود في داخل مجلس النواب هو انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص دستورية الجلسة الماضية. حتى هذه اللحظة المحكمة الاتحادية تنظر في الجلسة ولم تقرر سواء ألغيت أم لا، بالتالي المرشحين 5 لا يزالون هم نفسهم في الجلسة الماضية، مع وجود حراك داخلي إلى ربما تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتضمن فتح باب الترشيح مرة أخرى للسماح للكتل السياسية بتقديم مزيد من المرشحين وإزالة عقبة المحكمة الاتحادية. إذن يعني الترجيحات تتحدث على احتمالية رفع الفقرة الأولى ومن ثم التوجه فورا إلى الفقرة الثانية. نتحدث عن 6 فقرات أخرى، مشاريع قوانين مؤجلة منذ أشهر بعد دخول مجلس النواب إلى العطلة التشريعية، وكذلك نتيجة انشغال مجلس النواب ببعض القوانين التي كانت خلال السنة التشريعية الماضية. لذلك مجلس النواب قد يحاول خلال جلسة يوم غد وأيضا جلسة يوم الاثنين المقبل إلى تمرير قوانين أو إلى قراءة الأولى لبعض المشاريع والتصويت على بعض المشاريع، خصوصا أن المشاريع المدرجة على جلسة سبت وكذلك على جلسة الاثنين هي ليست بتلك المشاريع المثيرة للجدل والتي عادة ما تستغرق وقت، فبالتالي يمكن تمريرها بسهولة مع احتمالية نعم كما قلت لك رفع الفقرة الأولى لاختيار الرئيس. لكن يعني تعودنا في مجلس النواب أن الأمور تحدث بشكل مفاجئ، لربما اجتماعات الساعات الأخيرة، ربما اجتماع يوم غد، ربما هنالك اجتماعات على المستوى الكتل السياسية في داخل مجلس النواب قد تحدد ملامح اختيار الرئيس القادم لمجلس النواب. لكن المساعي الموجودة في داخل المجلس خصوصا خلال الفترة المقبلة هي يعني استمرار الدور الرقابي وكذلك استمرار الدور يعني الدور التشريعي لمجلس النواب حتى وان غاب منصب رئيس مجلس النواب ويحل يعني محله هو نائب رئيس مجلس النواب، على الاقل خلال الاسابيع التي لا يوجد فيها توافق حول اسم الرئيس، على اعتبار ان العراق قد شهد خلال الفتره الماضيه مجموعه من الاحداث ومنها طبعا خروق التي حدثت للسياده العراقيه والتي تطلبت وجود مجلس النواب لعقد جلسه استثنائيه، بالتالي يعني الاجواء في داخل مجلس النواب حتى هذه اللحظه يبدو يعني عدم وصول الى توافق معين حول اسم الرئيس. إذن جزيل الشكر لك مراسلنا من بغداد علي أسد.